أستاذ سامي، عايزين نروح لملفات مهمة، وفكرة هنا هنتكلم عن الأهلي قاريا ومحليا، وأنا هبدأ. بقلق منك. اللي بتقلق مني ليه؟ الله، أنا لسه قلت حاجة. ما اسألش. طب كريمي. لا لا، وأسئلتي النهاردة ما فيهاش حاجة. دي استهلت الكلام بمونجور يا أستاذ سامي، مالكش حق يا أستاذ سامي. لا عايزين والله، يعني أنا مش هسألك أسئلة والله، خلاص يعني ملفات أنا عارف حضرتك فاكر هسألك فيه. لا، أصل الموضوع ده يعني احنا منتظرين بقى في رد فعل، خلاص احنا عملنا اللي علينا، فالموضوع دلوقتي مهما اتكلمنا فيه مش هيجد اي حاجه، فخلاص لا، موضوع الملعب والكلام ده كله مش هنفتحه اصلا مع حضرتك. احنا عايزين نتكلم فنيا واستعداداتنا، لان المباراه برضو اكيد لها ظروفها الاستثنائيه هذا الموسم، فبتشوف الاستعدادات او احنا على قدر من الاستعدادات الى اي مدى؟ وبتكلم هنا فنيا، وبتكلم هنا اداريا، وبتكلم ايضا نفسيا. طب انا هاخد برضه من كلامك ان مجلس اداره الاهلي كان على مستوى المسؤوليه تماما في التعامل مع هذه الازمه لاثبات حق النادي الاهلي. يعني رغم ان طبعا مش عايزين نعطل نفسينا ونعطل الفرقه وندخلها في دوامات مالهاش لازمه. بالظبط، كل ده تشتيت مالوش لازمه فعلا. مالهوش لازمه، انما يعني مجلس اداره الاهلي كان عندي على مستوى عالي من الوعي وتحديد المواقف عشان ما يحصلش تاني بعد كده يعني. لكن الاهلي اولا واخيرا هو بطل افريقيا في العشرة وفي الحداشر ان شاء الله، فيعني ده اللي احنا لازم ناخده منهجية في الايام الجايه لحد يوم 30. هنلعب فين بقى؟ في الدار البيضاء، مش في الدار البيضاء. احنا واخدينه منهجيه، ودي التاهل المره الثالثه على التوالي، واكيد الوداد عارف الكلام ده كويس، وعارف هو بيواجه مين وكل حاجه. فاذا كان هناك كفه راجحه، وده هنيجي ليه، يعني ما اعتقدش ان الوداد هي الكفه الراجحه ابدا. طبعا هيبقى ماتش مهم وهيبقى ماتش صعب، لكن انت طبعا بلا شك، بس انت لازم برضو تروح وعارف ان انت يعني انت بتحقق ان شاء الله ال11، ورحت قبل كده مرتين قبلها، وتاريخك ايه، ويعني معلش برضو الواحد يبقى عارف هو واصل لفين. مهمه جدا، انا زرت المغرب كتير، واقدر اقول لك ان جمهور الرجاء هيكون في ظهر النادي الاهلي. انا سمعت على فكره حاجات زي كده يعني من دلوقتي. صحيح بقى الخبر ده؟ يعني انا يعني قريتها بس كنتش عارفه مصداقيه هذا الخبر. يعني فرقه الاهلي هيكون ليها مساند، طبعا احنا قلوبنا كلنا معاهم في هذه المهمه، وان شاء الله يعني هي مهمه صعبه ولكن سهله برضو. الاهلي بطل 10 مرات، والثانيه على التوالي، وممكن الثالثه على التوالي ان شاء الله. عنده هدف كبير جدا انه يسعد جماهيره ويروح المونديال للمره الثالثه على التوالي ويحقق برونزيه ان شاء الله. انا اتوقع انه انا كتبتها انه ان شاء الله ايوه يكون في النهائي المره دي في كاس العالم للانديه ان شاء الله. يعني فضيه ذهبيه، المهم في النهائي تواجد.